أولا هي بالنسبة للإسرائيليين يعني خلاص بقت عاد تسافر عليهم وكلام فاضي وقلة أدب بالنسبة لهم لما يتعدوا على المسجد الأقصى لقبلة المسلمين، صح ولا لا؟ في نفس الوقت المفروض الحكومة المصرية تتدخل بأي حل من الحلول مع القوات المشتركة اللي موجودة لوقف هذه المهزلة. مهزلة فعلا بكل المقاييس، وما يصحش ان المسجد الأقصى ان يتدخل الأجناس يتعدوا عليه بالطريقة دي ويطردوا المسلمين منه ويتعدوا على واحدة ست مثلا موجودة في قلب المسجد الأقصى وجت في التلفزيون وشفناها وتعدي سافر يعني. لا طبعا ده شيء طبعا يعني شيء صعب جدا ولا يمكن الواحد يعني يتخيله. وبالطبع الحكومة المصرية ما هي بتاخد مواقف بس بتبقى طبعا من خلال الخارجية ومن خلال الاتصالات وكده، فلازم فعلا ومش مش الحكومة المصرية بس يعني لازم المنطقة العربية كلها وبرضو الدول يعني الدول الأوروبية اللي هي المفروض يعني زي ما بيجوا على الدول العربية برضو يجوا على إسرائيل لما تعمل حاجة زي كده، إلا يعني المسجد الأقصى يعني الواحد مش قادر أقولك يعني ده شيء لا يعني ما يرضهوش أي حد خالص يعني. هو المفروض الحكومة المصرية تبعت قوات ليها أصلا زي ما عملت كده كانت هتعمل في موضوع اليمن. أنا كان ليا واحد قريبي ضابط جيش، المفروض إن هو ساعة اليمن يعني فكانوا مظبطينهم وعاملين يدربوهم عشان يروحوا اليمن لمجرد حاجة أساسية زي ما حصل لمورسي مثلا، يعني حاجة تعتبر مش جامدة قوي يعني إن هم يبعتوا قوات، لكن حاجة زي كده لما تحصل في القدس لأ لازم أكيد يبعتوا قوات يدربوهم ويبعتوا يعني على الأقل لازم نساهم بأي حاجة مش هنسكت يعني كده. العرب دلوقتي أساسا ما عندهمش الحماس الحقيقي للإسلام الحقيقي، مش الإسلام المفبرك والإسلام اللي بيقولوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد، الإسلام اللي هو الورى أو المنفعة أو المصلحة. لو هم فعلا اللي هم بيجوا عشان يعملوا لنا البلاوي في قلب البلد هنا ويقولوا إنهم مسلمين يروحوا يدافعوا عن الأولى، يدافعوا عن المسجد الأقصى الأولى، إن هم ما يتولوش مع إسرائيل اللي هي أساسا بتضرب المسلمين المصليين في المسجد الأقصى. وبعدين هو هم مدعمين من مين؟ الناس اللي الإرهابيين الموجودين هنا بيقولوا هم مسلمين، مدعمين من أمريكا مش كده؟ وأمريكا هنا بيقولوا إن هي حقوق الإنسان، مش بيتكلموا عن حقوق الإنسان؟ طب فين منظمة حقوق الإنسان من إن الإنسان يتهزق في مكان معبده؟ من أول ما اتولدنا ومشكلة إسرائيل موجودة، وكل يوم برضو الفلسطينيين بيعتدى عليهم، وإحنا برضو ممكن نزعل شوية وتاني يوم ننسى وتالي يحصل مشكلة تاني وبرضو ننسى وعادي، خلاص اتعودنا، بقت عندنا يعني بقت الأمور عادية يعني، تبلدنا يعني.